بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 94 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمعة نون عين ألف. عرضنا بعض أسئلة لها في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء تسأل وتقول: نحن مجموعة من الطالبات اتخذنا عهدا على فعل العبادات التطوعية، فلما شق على بعض منا ذلك سألنا أحد المشايخ فأفتعنا بأن علينا كفارة وهي صيام 3 أيام، فهل يكون علينا شيء إذا تأخرنا في أدائها أو أن صمنا بعضها وتركنا الباقي إلى حين نظرا بالظروف المدرسية، وأن بعضنا لا تستطيع ولا تتحمل ذلك على حد أقوالهم، أفيدونا في ذلك مأدورين جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الكفارة إنما تجب باليمين، أو الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته بأحد حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء، كأن يقول والله لأفعلن كذا، أو تالله لأفعلن كذا، أو بالله لأفعلن كذا، هذه حروف القسم. أما العهد وهذه الألفاظ فهذه ما لا ندري ماذا قالت هؤلاء النسوة، ما هو اللفظ الذي تلفظن به، وهل هو يمين أو ليس بيمين. وأما التزام العبادة غير الواجبة واتفاق جماعة من الناس على أن يقوموا بعبادة صلاة ليل أو صيام أيام، هذا لم يشرعه الله ورسوله، وإنما على الإنسان أن يأتي من الأعمال الصالحة ما تيسر له من غير أن يتفق مع جماعة، كالصوم الجماعي والإفطار الجماعي وقيام الليل الجماعي، إنما هذا في شهر رمضان، صلاة الجماعة في التراويح والتهجد إنما هو في شهر رمضان. وأما التزام أعمال جماعية غير مشروعة ولا تشرع لها الجماعة في الإسلام فهذه أمور محدثة، وكما ذكرنا على المسلم أن يعمل من الطاعات المستحبة صلاة أو صياما أو صدقة أو غير ذلك، أن يعمل ما يسر الله له من غير التزام وارتباط مع آخرين، فإن هذا شيء غير مشروع. لكن هناك شيء آخر، وهو أن الإنسان إذا نذر، إذا قال لله علي أن أصوم كذا وكذا، أو أن أصلي كذا وكذا، أو أن أحج أو أن أعتمر، فهذا هو النذر، وهذا يلزم الوفاء به إذا كان نذر طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وحتى النذر لا ينبغي الدخول فيه، ما دام الإنسان في عافية منه فإنه لا يلزم به نفسه ولا يدخل فيه ولا ينذر، لكن يفعل من الطاعات ما تيسر له من غير نذر، لكنه إذا نذر وعقد النذر وهو نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا في باب النذر مستمعة تسأل وتقول: امرأة قالت لله علي نذر إن أنجبت ولدا أن أسميه يحيى، وإن أنجبت بنتا أن أسميها مريم، فأنجبت ولدا لكني سميته عبد الرحمن، هل علي من كفارة حينئذ أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. هذا من نذر المباح الذي يخير الإنسان بين فعله وبين كفارة يمين، فما دمت قد خالفت هذا النذر وسميت ولدك بغير الاسم الذي نذرتيه فعليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخيرة بين هذه الثلاث
ثلاث، فإن لم تجدي شيئا منها فوجب عليك صيام ثلاثة أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مصري مقيم في المملكة في مدينة جدة يقول: ما حكم من أتى ضيفا من أبها إلى جدة وأراد أن يعتمر ومكث ثلاثة أيام، هل يحق له أن يحرم من جدة أم لا بد له أن يحرم من الميقات، علما بأنه ذهب لأداء العمرة وأخبره أحد الإخوة أنه لا بد أن يحرم من الميقات، هل عليه فدية؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان قدم من أبها إلى جدة بنية العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه ولا يتعداه بدون إحرام. فإذا كان هذا السائل تعدى الميقات وهو ناول للعمرة بحجة أنه سيذهب إلى جدة ولم يحرم إلا من جدة فإن عمرته صحيحة، ولكن يكون عليه فدية وهي ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، فيوزعها على فقراء الحرم، يعني فقراء مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، ومن ترك واجبا وجب عليه دم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أختكم في الله أم صهيب بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تسأل وتقول: ما حكم الشرع في حديث المرأة المتزوجة مع زوج أختها في الهاتف كأن ترد عليه وتسأله عن حال أختها وعن حال الأولاد، وتسأله أيضا عن أمور كالسلام على الزوج إن لم يكن موجودا، وكذلك إذا كان هناك مشكلة بين هذا الزوج وزوجته وهو حينئذ يود أن يساهم في حلها، جزاكم الله خيرا. الذي يكلم رجل ولا امرأة؟ امرأة. لا بأس أن تكلم زوج أختها وأن تسلم عليه في التلفون أو في غيره، وأن تسأله عن صحته وعن أختها وعما تحتاج إليه، وليس هذا من المكالمة المحرمة، لأنها مكالمة لحاجة بشرط لا يدخلها شيء مما يطمع الرجل بها كالممازحة وما يسمونه بالمغازلة، هذه أمور منكرة ولا تجوز. أما المكالمة من أجل الحاجة وبكلام معروف فلا بأس بذلك. نعم. تسأل جزاكم الله خيرا عن حكم الشرع في ذهاب المرأة لطبيب النساء ومعها سيدة أخرى أو اثنتان أمها وأختها، وذهابها لهذا الطبيب دون الطبيبة لأنه لا توجد طبيبة في هذا التخصص، مع الالتزام التام باللباس الشرعي من غطاء الوجه والقدمين والكفين وعدم الخضوع في القول وعدم النظر إلى الطبيب، جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تعالج عند طبيب إلا بقيود: أولا أن لا يكون هناك غيره من المختصين، ثانيا أن تكون مضطرة هي إلى ذلك بحيث لو تركت العلاج يكون عليها خطر أو ضرر بالغ، ثالثا أن لا تخلو معه بل تكون بحضرة نساء أو بحضرة رجال، ألا تكون هي وإياه وحدهما في مكان خال بحجة العلاج، فإن هذه خلوة محرمة. رابعا أن تكون محجبة ولا تكشف من بدنها إلا قدر الحاجة للعلاج فقط، قدر ما يضطر إلى كشفه من أجل العلاج، والله تعالى أعلم. الرسالة التالية من الجمهورية العربية السورية وباعثتها إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف واو حا ميم، تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة عندما تغتسل وتغسل رأسها هل يكفي مرة واحدة أم لا بد من التكرار، جزاكم الله خيرا؟ الغسل من الجنابة يكفي مرة واحدة تعم الجسم، فإذا عممت جسمها صبت على رأسها وعممت على جسمها الماء مرة واحدة بحيث لم يبقى منه شيء، لم يصل إليه الماء، حصل المطلوب وتمت الطهارة وارتفع الحدث، ولكن إذا زاد على المرة الواحدة إلى ثلاث فهذا أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تشكو من حماتها أم زوجها وتقول إنها كثيرا ما تسبب المشاكل بينها وبين زوجها، وتدعو عليها كثيرا بأن لا يرزقها الله غير الطفل الذي معها، وتحاول من ابنها أن يطلقها حتى تزوجه بامرأة أخرى،
وحينئذ تستشيركم شيخ صالح جزاكم الله خيرا. لا بد من المصالحة بينها وبين أم زوجها، المصالحة بأن تتفاهم معها بالطريقة الحكيمة وتعاملها باللين واللطف والإحسان، وسيزول ما في نفسها إن شاء الله. فإذا لاطفتها وأحسنت إليها ولم تنازعها فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك طريق غير هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لماذا هذه الغيرة بين الحموات وأزواج الأبناء شيخ صالح؟ ما الذي يقطع دابرها وتحل الألفة في الأسر وينقطع هذا الخصام جزاكم الله خيرا؟ هذه الغيرة من طبائع النساء، ولضعفهن يتسلط عليهن الشيطان، يستغل هذه الغيرة ويوقد الفتنة بين النساء، فتعالج هذه الغيرة، تعالج بالمعاملة الحسنة، وتعالج بالإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى المسيء، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا كان هذا في سائر الناس فكيف بالأقارب أو بالأصحاب؟ فهذا هو العلاج الحاسم لهذه المشكلة، وهي أن تقابل الإساءة بالإحسان، ثم أيضا الصبر والتحمل، وأن الإنسان لا يثأر لنفسه أو ينتصر لنفسه، وإنما يصبر ويتحمل، فإذا رأى خصمه هذا منه فإنه يزيل ما في نفسه من المشادة، كما قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم رأيكم شيخ صالح في هذه القضية. تقول: رجل طلق زوجته وقال لها طالق 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 3 مرات، ثم قال لها: كلما تحلي تحرمي، ثم استخرج لها فتوى وعادها بعد مدة من الزمن وعاد كما كان من ذي قبل. ما رأيكم في هذا، وخاصة قوله: كلما تحلي تحرمي؟ ما دام أنه استخرج فتوى من جهة مختصة بالفتوى أو من شخص معتبر بالفتوى، فيرجع إليه، يرجع إلى هذا المفتي إذا أشكل عليه شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أختكم أم أحمد. أم أحمد تسرد قضية في صفحة ونصف، تقول: إن لديهن عادة في بلدها، وهي كثرة زيارات النساء لبعضهن لأدنى مناسبة، فهن يسمين هذه الزيارة القهوة أو البدوة، وحينئذ يتزاورن حتى لا تنقطع المرأة عن الزيارات، وكثيرا ما يؤثر على هذا على غيابها عن بيتها وتربية أطفالها، بل وحتى العبادات، إذ أن بعضهن تصلي بسرعة معينة حتى تتمكن من الزيارة. وحينئذ تسألكم في هذه العادة شيخ صالح جزاكم الله خيرا، وما هو توجيهكم؟ هذه عادة غير لائقة. الزيارة في حدود المعقول والتي لا يترتب عليها مضار ولا مفاسد بين الجارات لا بأس بها، أما إذا كثرت وتكررت وترتب عليها ضياع شؤون البيت، بل ذكرت السائلة أنه يترتب عليها حتى الإخلال بالعبادة، فهذه زيارة لا تجوز. وأيضا لا بد من إذن الزوج، فإن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. الله جل وعلا يقول لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن، من القرار وهو البقاء في البيوت، لأن هذا أحفظ للمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فجعل صلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل لها من صلاتها في المسجد. فإذا كان هذا شأن العبادة والخروج لها، وأن أداء العبادة في البيت أفضل من أدائها في المسجد بالنسبة للمرأة لحاجتها إلى البقاء في البيت وحاجة البيت إليها، فإن غير العبادة من باب أولى، ولا تحرص المرأة على الخروج من بيتها إلا لما لا بد لها منه، ولا تكرر الخروج من بيتها، فإن هذا أصلح لها وأحفظ لها وأضمن لقيامها بشؤون بيتها وأضمن لأداء ما أوجب الله عليها من العبادة،
وليس في كثرة الخروج إلا المضار وضياع الوقت وإضاعة المصالح الدنيوية والأخروية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن إحدى النساء لو نصحتهن أو ابتعدت عن مشاركتهن في هذه الزيارات ينظرن إليها نظرة معينة وربما يصفنها بالانطواء، فما هو توجيهكم لمن يقاطعهن في هذه الزيارات غير الواجبة؟ ولا بد من توجيهكم يحفظكم الله. لا يضرها ما يقال عنها إذا تأخرت عن هذه الزيارات التي لا فائدة منها، ولو قيل فيها ما قيل فإنها على حق، ومن يتعرض لها ويتكلم فيها ليس على حق، وإنما هو ظالم ومعتد ومعتد. على كل حال الإنسان لا ينظر إلى الناس وما يقولون، وإنما ينظر إلى الحق وإلى الصواب وإلى موافقة الأمر الشرعي. هذا هو الواجب على كل مسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم أحمد تسأل عن الحكم في معلمة قد تعمل أحيانا وسيلة تعليمية أو أكثر الأحيان لا تعمل، وحينئذ بدأ يدب إليها شيء من الحرج، ولا سيما أنها تعتني بالوسائل التعليمية إذا ما علمت أن هناك موجهة ستحضر في يوم معين، كيف يكون توجيهكم يحفظكم الله؟ يجب على المعلم وعلى المعلمة النصيحة في العمل بأدائه على الوجه المطلوب وإيصال المعلومات الصحيحة إلى الطلاب، وأن لا يكون هم المعلم أو المعلمة قدوم الموجه أو المشرف أو المدير، فيعتني بدرسه وبتعليمه عندما يعلم أنه سيزوره فلان أو علان، وإنما يكون هذا مهمته دائما وأبدا، سواء زاره أحد أو لم يزوره، لأن هذا واجب عليه وأمانة في ذمته لا بد أن يؤديه على الوجه المطلوب. أما الذي لا يجتهد ولا يهتم إلا بمناسبة زيارة أحد المسؤولين، فإن هذا مدرس غير ناجح في عمله وغير مستقيم في أداء مهمته، وهذا إلى الفشل أقرب منه إلى النجاح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم اقتناء طيور الزينة مع العلم أنها قد تكون وسيلة جيدة لإلهاء الأطفال وإسكاتهم؟ إذا كان يقصد بالطيور الطيور الحية فإن اقتناءها لا بأس به مع القيام وتأمين ما تحتاج إليه من مأكلها ومشربها وتهيئة المكان المناسب لها، وألا تؤذى وتضايق. فإذا قام بهذه الأمور ولم يحصل على الطيور شيء من الضرر فلا بأس بذلك. أما إذا اقتنى الطيور وأساء إليها في معيشتها أو في شرابها أو في مكان لا يناسبها فإن هذا لا يجوز، لأنها ذوات أرواح وتتألم كما يتألم الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالإحسان إلى البهائم وأن يؤمن لها ما تحتاجه، وقد جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة، قيل وما ذاك يا رسول الله؟ قال إنها حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك حبس الطيور وغيرها من البهائم لا بد من تأمين ما يحتاجه، ولا بد من إراحته في مقره وعدم الإساءة إليه، لأن له حرمة ولأنه ذو روح يتألم كما يتألم الإنسان. أما إذا كانت تقصد بالطيور صور الطيور أو الطيور المحنطة فهذا أمر لا يجوز، لأنها إن كانت صورا فلا يجوز اقتناء الصور في البيوت، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما رأى قراما لعائشة رضي الله عنها قد سترت به سهوة، يعني فتحة في الجدار وفيه تصاوير، تغيظ عليه الصلاة والسلام وأبى أن يدخل ذلك المحل حتى هتكت هذه الصور وأزيلت. وإن كانت طيورا محنطة فإنها لا تجوز أيضا، لأنها جيف نجسة لا يجوز الاحتفاظ بها وهي جيف نجسة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عودا على بدء راتب المرأة، الشيخ صالح تقول عن هذه المستمعة من القنفذة أم أحمد بالنسبة لراتب المرأة الموظفة
متزوجة، هل يعتبر ملكا لها أم يدخل تحت تصرف زوجها ويجب عليها الاستئذان قبل التصرف فيه؟ جزاكم الله خيرا. هذا حسب الشرط الذي بينها وبين زوجها، فإذا كان شرط عليها أن الراتب له أو أن بعض الراتب له فله ما شرط، وإن لم يكن شرط عليها فإن راتبها لها، ولكن لزوجها أن يمنعها من العمل وأن يمنعها من الخروج من البيت. نعم، لأن هذا حق له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم عبير تسأل وتقول: هناك 3 عادات متبعة في قريتي والقرى المجاورة، ونحب أن نعرف حكم هذه العادات. العادة الأولى: تخصيص الميت بأضحية تذبح عنه غير التي تذبح عن أهل البيت. الأفضل أن نكتفى بأضحية عن أهل البيت وعن الأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحيتين، واحدة عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن لم يضحي من أمة محمد، فدل على أن الأضحية تتسع ولله الحمد للأحياء وللأموات، إذا اقتصر على واحدة كان هذا أحسن، وإن ضحى باثنتين كما ذكر السائل فلا بأس بذلك. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.